كانت معركة نظرين سنة 1827 للميلاد بمثابة نهاية أسطورة القوة البحرية العثمانية. ففي هذه المعركة تحطمت أغلب وحدات الأسطول الجزائري التي كانت تقاتل إلى جانب الأسطول العثماني، فاستغلت فرنسا الوضع وقامت باحتلال الجزائر بعد حصار دام 3 سنوات. منذ أن وطئت فرنسا الطراب الجزائري وجدت مقاومة عنيفة ومعارك طاحنة استمات فيها الجزائريون في الدفاع عن وطنهم بكل شرف. بسقوط مدينة الجزائر المحروسة، هذه القلعة الشامخة التي كانت دوما رمزا للصمود، بدأت مرحلة جديدة من مراحل تاريخ الجزائر المجيد، هي مرحلة الثورات الشعبية ضد الاستعمار الفرنسي. فصنع الجزائريون أروع ملاحم التضحية والجهاد والمقاومة. في الشرق الجزائري قاد الحاج أحمد باي مقاومة شرسة، بداية من مدينة قسنطينة التي لم يتمكن الفرنسيون من احتلالها إلا سنة 1837 للميلاد بعد حصار طويل ومعارك طاحنة. رغم سقوط قسنطينة، واصل أحمد باي قيادة المقاومة بمساندة من قبائل الأوراس والنمامشة والزيبان وغيرها من القبائل التي واصلت الجهاد تحت لوائه. الأمير عبد القادر بن محي الدين كان زعيما سياسيا وقائدا عسكريا محنكا، فزاوج بين قيادة المؤسسة العسكرية وبناء مؤسسات سياسية واجتماعية، كما نظم المؤسسات الإدارية للدولة فأنشأ وزارات على المستوى المركزي بالعاصمة معسكر ومؤسسات فرعية على مستوى الولايات والأقاليم. سن الأمير عبد القادر القوانين لتسيير شؤون الدولة وتنظيمها كقانون التجنيد الذي أصبح أمرا إجباريا للجميع بدون استثناء، فكل القبائل كانت ملزمة بدفع أبنائها إلى المؤسسة العسكرية للانخراط في الكفاح المسلح ضد المستعمر. انتهج الأمير عبد القادر استراتيجية عسكرية فريدة، فأسس عاصمته المتنقلة الزمالة، وسعى إلى تأسيس جيش نظامي عصري تضبطه نظم وقوانين صارمة ليكون قادرا على مواجهة العدو الفرنسي. خاض الأمير عبد القادر معارك طاحنة ضد الجيش الاستعماري وألحق به هزائم نكراء، أهمها معركة المقطع التي قتل فيها ما يزيد عن 600 جندي فرنسي. أمام توالي انتصارات الأمير، أرغم الفرنسيون على توقيع معاهدة ديميشال في شهر فبراير سنة 1834، فكانت هذه المعاهدة اعترافا فرنسيا بدولة الأمير وقوته. توالي انتصارات الأمير عبد القادر على الفرنسيين والخسائر الكبيرة التي ألحقها بهم، خاصة بعد معركة سيدي يعقوب التي كانت كارثة حقيقية بالنسبة للفرنسيين، جعلت الجنرال بيجو يسعى للتفاوض مع الأمير، فكانت معاهدة التافنة. بداية من سنة 1839 تضاعفت قوات العدو الفرنسي التي تجاوزت 100,000 رجل. الأمير عبد القادر ظل صامدا ومصمما على مواصلة المقاومة إلى أن سقطت عاصمته المتنقلة الزمالة. رغم قلة الوسائل، حارب الجزائريون بكل قوة وإرادة للدفاع عن وطنهم وحماية أرضهم، فاندلعت المقاومة الشعبية في كل شبر وطئته أقدام المستعمر. الثورة الشعبية بقيت متواصلة وشملت جل مناطق الوطن، فكانت ملاحم خالدة جسدت أبلغ صور البطولة والتضحية ستتوارثها الأجيال وسيذكرها التاريخ للأبد.